السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير جدا تكون شغال ويحصل ان الريفت يقف او يحصل له مش شغال، وتلاقي نفسك مثلا ما سايبتش بقالك فترة طويلة، وتضطر بقى ترجع للباك اب وتلاقي حاجات كتيرة ضايعة والحاجات دي كلها. فاختصارا في أداة مجانية مش هتدفع حاجة اسمها اوتو سيف. الأداة دي لو انت شغال على ملف ريفت او ملف فاميلي او تمبليت بيعمل لك سيف ليهم، بحيث ان انت تقدر ان انت ترجع للشغل بتاعك بدون اي مشاكل خالص. تمام، بتحدد انت عايز تسيف ايه، ويبدأ ان هو يسيف لك كل حاجة. ممكن يسيف كل مثلا 15 ثانية، مش يعمل لك ريمايند، لا يسيف اوتو سينك ويعمل لك سينك مع الملف السنترال، بحيث يبقى اخر ابديت موجود هناك بدل ما الواحد يكسل او ينسى او. وفي برضه اضافه جواه ان هو اوتو كلين، يبدا ان هو ينظف لك اي ملفات بيستخدمها الريفت، بحيث ان الفولدر يبقى فاضي ما يحصلش فيه لخبطه.